يلا قول لي يا هندسة، الشنطة دي فيها ايه؟ فيها فلوس صح؟ فيها فلوس. ايه يعني ايه فلوس يا ابني؟ دي مظاريف. مزاريط؟ مظاريف يا ابني، مظاريف، مظروف فني ومظروف مالي، هنقدمهم للمناقصة اللي طرحها وزارة الصحة لتنفيذ مستشفى أبو سريع للعلاج السريع، ده طبعا بعد ما سحبنا كراسة الشروق. مين الناقصة دي يا هندسة؟ وانت ينفع اصلا تشتغل مع وزارة الصحة؟ يا حبيبي اسمها مناقصة، يعني اعلان زي اللي عاملاه الوزاره دي، او اي صاحب مشروع في الدنيا بيطلب مقاولين عشان ينفذوا له المشروع ده، فاحنا لازم نقدم عرض فني وعرض مال، وكل واحد في مظروف مغلق، عشان كده اسمها مظاريف، عشان يشوفوا اللي مقبول فنيا واقل سعر وترسى عليه المناقصه لتنفيذ المشروع. ده حوار كبير قوي يا هندسه، ومفيش طريقه اسهل من كده للشغل. في يا عم، ربنا يوعدنا كده بإسناد مباشر من الملك على طول، بس ده لما يكون اسمك معروف ومسمع وشغلك مضمون، أو يكون الملك ابن خالتك. بس أنا ماليش خالات يا ريس. أحسن والله، ارتاحوا منك. حبيبي تسلم، يعني مفيش إلا الطريقتين دول عشان نشتغل؟ لا يا أخويا، في حاجة كده بتتعمل زي المزاد بس بالعكس، اللي هو 1,000,000 جنيه مين ينقص، ويفضلوا ينقصوا لحد ما يوصلوا لأقل سعر، أقل من كده بتبقى خسرانة، ودي اسمها ممارسة علنية. حلو حوار المزاد الناقص ده يا هندسة. لا خد دي، وممكن كمان يعملوا مناقصة، وبعد ما يختاروا المقبول فنيا وأقل سعر بيفتحوا فرصة تانية لو حد حابب ينقص أكتر من كده، اللي هو إحنا جايين في أي جنيه، ودي اسمها مناقصة يتبعها ممارسة. طب انت هندسة هتخلص الشغل اللي معاك ده امتى بقى؟ ابويا عايزك تبني له المزرعة بنفسك. اهو المزرعة دي لو تمت يبقى ده اسمه اسناد مباشر من ابوك اللي يعتبر المالك، وعايزني انفذ انا المزرعة كمقاول، انت فاهم حاجة؟ يا هندسة ما تقولش كده، الملك لله وحده. يا ابني المالك ده يعني صاحب المشروع، صاحب الفلوس، صاحب الفكرة، هو اهم واحد في المشروع. إيه؟ لا انا ابويا سرق الفكره من جوز خالتي. مش انت يا ابني لسه قايل ان مالكش خالات؟ في مقام جوز خالتي يعني؟ على كده انت بقى منك للمالك؟ ده انت اللي منك لله. ليه كده؟ لا يا عم، الملك ده لما تطق في دماغه فكره المشروع وربنا يكرمه ويلم فلوس المشروع، بيختار استشاري يصمم له المشروع ده حسب متطلباته ورغباته واحتياجاته، وبعدين المقاول بينفذ التصميمات دي. طب انا يا هندسه بقى ايش ضمني ان المقاول ده التزم بالتصميمات اللي عملها الاستشاري، وما راحش اشترى الخامات من عند ابن خالته وجاب بضاعه اي كلام بالتقسيط البسيط عشان يكسب على قفاي؟ ما هو يا حبيبي الاستشاري مش سايبها عايمه كده، ده بيسلمه التصميمات وجدول الكميات والمواصفه الفنيه، وكمان قايمه بالموردين المعتمدين لكل صنف، بيقولوا عليها فيندور ليست، يعني موفر لك كل حاجة تشتغل بيها. طب انا بقى يا هندسة ايش ضمني ان الاستشاري ده ما يطلعش في الاخر ابن خالتك، ويبعتك تشتري الخامات من عند ابن خالته، ويجي يستلم منك الشغل ويفوت لك عشان انت ابن خالته، وكله على قفايا؟ معلش، اهو المحنكين امثالك انت وابوك الفرارجي بيشكوا في صوابع رجول ولاد خالاتهم، فبيتصرفوا بحنكة ويقوموا مخليين استشاري يصمم المشروع ويجيب استشاري يستلم المشروع يتأكد ان المقاول نفذ اللي صممه الاستشاري الاولاني. انا تهت منك يا هندسة، انا ما بقيتش فاهم منين بيودي على فين المشاريع كتير كده. ولا ركز معايا كده، اول حاجة الفكرة اللي هي اساس المشروع بيتعمل لها دراسة جدوى، بعد كده اختيار المصمم اللي هو الاستشاري، المصمم بيصمم يعدل ويصمم ويعدل ويصمم، بعدها الإسناد يعني نباصي المشروع للمقاول يبدأ تنفيذ، الاستشاري يشرف على التنفيذ خطوة بخطوة، يخلص تنفيذ يجي استشاري يستلم الشغل ويبصم عليه، خلصنا المشروع بيتسلم ويشتغل بس كده، سواء كان مشروع إنتاجي زي مزرعة فراخ أبوك أو مشروع خدمي زي مستشفى أبو سريع للعلاج السريع، يعني من الآخر كده المشروع ده ممكن يكون قطاع عام يعني خاص بالدولة، أو قطاع خاص وبرضه خاضع لقوانين الدولة، أو قطاع أعمال وده مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يا لهوي، ده قصة عبرة بصحيح يا هندسة.
يا رب بس الاستشاري يرضى يستلم منك البتاعة دي. قوم يلا، مالكش تدريب معايا، قوم.